السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ إن شاء الله نحل في ملحق كتاب جيم للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2023 اللي هو الكتاب ده أول ملحق. نحل إن شاء الله الامتحان الأول صفحة 5. السؤال الأول: The head teacher spaces the winner of the art competition at the school party. يبقى كده المدير المدرسة أعلن الفائز ب مسابقة في حفلة الفائز في مسابقة في حفلة مدرسية، يبقى announced اللي جايبه رقم C. السؤال الثاني، بس القلم بيعلم. لا، السؤال الثاني: the young lady الشابة to see the doctor immediately because her son was very ill. يبقى هنا demanded طلبت الشابة رؤية الدكتور لأن ابنها مريض في الحال. السؤال الثالث: The director said that he wouldn't let the error which resulted in great losses space again. المدير قال انه مش هيسيب الخطأ اللي هو سبب دمار دوت يحدث مرة أخرى، يحدث يبقى أقل. الإجابة رقم D. بعد كده السؤال الرابع: The Hoyage Modern Hotel has space the natural scenery in the area as they cut down a number of trees to build it. يبقى كده ruin. يبقى الفندق الحديث الضخم قام بتدمير المنظر الطبيعي الجميل لأنه قام بقطع كثير من الأشجار. السؤال السادس: Many computer companies lose a lot of money because of the space of their software. يبقى piracy، كثير من شركات الكمبيوتر خسرت مبالغ كثيرة بسبب القرصنة. بعد كده السؤال السادس: The weather is based sunny yesterday morning. يبقى هنا نختار was. هنا بنستخدم verb to be في الزمن الماضي مع ان الجملة بتدل على مضارع على الماضي المستمر، لأن verb to be ما ينفعش يجي في الأزمنة المستمرة. السؤال السابع: I space because I had forgotten my homework. يبقى هنا أنا اعتذرت لأني نسيت الواجب بتاعي، يبقى apologized. تمام، apologized اللي هي الإجابة رقم B. السؤال الثامن: Yesterday at this time، امبارح في هذا الوقت، لما حددت الوقت في الزمن الماضي يبقى كده ماضي مستمر. Was a weather في البحر ينجي ات بتاخد was يبقى was snowing، كانت الدنيا بتنزل ثلج. بعد كده السؤال التاسع: He met me with the bird in his hand. هو قابلني مع الطائر في يده. It is based curiously at me. يبقى انه كان ينظر فيها، بس معناها ان هي فيها استمرارية في زمن الماضي، يبقى was looking. الإجابة رقم A. بعد كده السؤال العاشر: What is based at 5 PM yesterday. ماذا حدث امبارح الساعة 5؟ طالما حددت الوقت يبقى كده زمن الماضي المستمر was or were that verb آخر ING. يبقى هنا في السؤال حط where or was وبعدين الفاعل وبعدين فيرب آخر ING اللي هو هنا الموجود في الإجابة رقم D. Were you doing؟ ماذا كنت تفعل امبارح؟ بعد كده السؤال الحداشر: Which of these is not punctuation mark؟ ايه من العلامات ديت هي مش علامات ترقيم؟ full stop علامة ترقيم، كوما علامة ترقيم، كولون علامة ترقيم. يبقى دي طبعا هي مش علامة ترقيم. بعد كده السؤال الاتناشر: What is the descriptive essay؟ ما هو اللي هو المقال الوصفي؟ A text describing. خلاص هي descriptive describing، هنا يصف وهنا يصف، يبقى هي دي الإجابة رقم A. شكرا، والسلام عليكم.